أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق
إن هذا لشيء عجيب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم.